تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر. الموكب الرئاسي المقل لضيف الجزائر استقبلته كوكبة من فرسان الحرس الجمهوري عند مدخل مقر رئاسة الجمهورية الذي تزينت ساحاته برايتي البلدين. ليخص رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا باستقبال رسمي من قبل أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرحبا بفخامته في استقبال يليق بمقام ضيف الجزائر وبمستوى العلاقات بين البلدين. بعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين لكلا البلدين وتحية العلم، استعرض رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة أخيه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا تشكيلات من مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي أدت لهم التحية الشرفية. ليأخذ بعدها الرئيسان صورة تذكارية أمام الصحافة الوطنية والدولية.
ليصافح بعدها ضيف الجزائر مستقبليه من كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة الممثلين لعدد من القطاعات الحيوية والهامة التي يعول عليها الجانبان من أجل الدفع بالتعاون الثنائي قدما وتمتين علاقات الشراكة وتوطيد الروابط وتوحيد الرؤى والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، استنادا إلى المبادئ المشتركة في الدفاع عن الحرية والعدالة والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية. من جانبه صافح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا. ضيف الجزائر رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا اطلع على محطات من تاريخ الجزائر المستقلة. وبعد مراسم الاستقبال الرسمية تحدث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على انفراد مع نظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ترأس رفقة أخيه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون بين البلدين، وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض واقع العلاقة الثنائية ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتوطيد التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالدفاع والدبلوماسية، الاقتصاد، الطاقة، الفلاحة والتنمية المستدامة. وبالمناسبة تم التأكيد على أهمية ترجمة الإرادة السياسية المشتركة التي تحث قائدي البلدين إلى تجسيد مشاريع عملية تخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتعزز مكانة الجزائر وجنوب إفريقيا في الساحة الإفريقية والدولية. المحادثات المكثفة والمثمرة توجت بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا على إعلان مشترك لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. إعلان مشترك بشأن إقامة شراكة استراتيجية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عن الجانب الجنوب إفريقي السيد سيريل ماتاميلا رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا. الرئيسان ترأسا مراسم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم في العديد من القطاعات الحيوية والهامة، شملت مذكرتي تفاهم بين المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي ومجلس الأبحاث الزراعية لجنوب إفريقيا، وبين الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الفضائية الوطنية لجنوب إفريقيا، وكذا مذكرتا تفاهم بخصوص التعاون في مجالي المقاولتي والابتكار وحول التعاون الاقتصادي، وبروتوكول حول التعاون في المجالين القانوني والقضائي، إضافة إلى التوقيع على محضر الدورة السابعة للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا، وبيان مشترك في ختام زيارة الدولة والدورة السابعة للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا. عقب ذلك أدلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتصريح صحفي مشترك رفقة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا،
السيد سيريل رامافوزا رئيس الجمهورية أكد أن انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون بالموازاة مع منتدى رجال أعمال البلدين يعطي دفعا للعلاقات الثنائية ويسهم في ترقيتها. ترأسنا اليوم معا الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائري جنوب أفريقي وبالموازاة مع إشرافنا على أشغال هذه الآلية الدورية انعقد منتدى الأعمال ليكون فضاء للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين، كما تم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية. من جانبه ثمن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا النتائج المنبثقة عن اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون، مؤكدا العمل على رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين. لقد اختتمنا إذن بنجاح أشغال اللجنة المشتركة السابعة بين حكومتينا، ولا يسعني في هذا الإطار إلا أن أبدي سروري أنا والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لما تضمنه التقرير الوزاري المفصل والمتعلق بتقدم قطاعات التعاون الرئيسية بين البلدين. هذه اللجنة المشتركة تمثل آلية تسمح لنا بتقوية وتوسيع علاقاتنا التجارية ورفع حجم المبادلات التجارية. While there is currently a healthy volume of bilateral trade between South Africa and Algeria, لقد اتفقنا على رفع حجم هذه المبادلات، وهذا من خلال تطبيق منطقة التبادل الحر والتي ستسمح بتطوير الاستثمارات والتجارة بين الدول الإفريقية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدين محوريين في أفريقيا، الجزائر وأفريقيا الجنوبية. The strengthening of economic linkages between two major African countries. وبمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة إلى الجزائر، قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني إزاء وسام من مصف الاستحقاق الوطني برتبة أثير لأخيه السيد سيريل رامافوزا نظير مجهودات شخصه السامي ولدولة جنوب إفريقيا حكومة وشعبا كبارا وتنويها بدوره المميز في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة في المحافل الدولية وكشف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل النظام الأبرتايد للكيان الإسرائيلي. بمناسبة زيارة الدولة التي يباشرها إلى الجزائر، فخامة الرئيس سيريل ماطاميلا رامابوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، فقد قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني منح أخيه فخامة الرئيس رامافوزا وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبقصر الأمم بنادي الصنوبر ألقى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا خطابا أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين في دورة غير العادية تطرق فيه إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة إلى جانب ممثلين على السلك
الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أكد أن المجتمع الدولي ملزم باحترام المواثيق التي تكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وحريته، مشيدا بمواقف الجزائر في مجلس الأمن. الجزائر وجنوب إفريقيا يجب أن يواصلا الالتزام بدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. نحن نشيد بالدعم الدائم للجزائر لنضال شعب الصحراء الغربية قصد تمكينه من تقرير مصيره. يجب أن نذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الصحراء الغربية. يجب احترام القانون الدولي وقيم ميثاق الأمم المتحدة. جنوب إفريقيا تذكر وتجدد نداءها بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون أكثر تمثيلا وأكثر واقعية. ونشيد بمواقف الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن. نحن نشكركم على مواقفكم المشرفة. تختتم اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة أشغال المؤتمر الإفريقي للمؤسسة الناشئة في طبعته الثالثة بحضور نحو 500 مؤسسة من أزيد من 50 بلدا إفريقيا وأكثر من 200 خبير. المشاركون عكفوا من خلال عديد المحاضرات والورشات واللقاءات على التركيز على أهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية. إلى المجال الطاقوي، وقصد الرفع من إنتاج الطاقة الكهربائية، تمضي شركة سونالغاز في إنجاز أضخم مشروع لإمداد الطاقة الكهربائية من الجزائر نحو الدول الإفريقية بكفاءات وطنية. وبعمق الصحراء يتم فتح متاجر لتنفيذ مشاريع استثمارية تسهل عمل المقاولات. روبورتاج عبد الجبار بن يحيى. خطوات بيقين رؤية استشرافية للدولة ترسم مسار تحول اقتصادي شامل يجسد الالتزامات ويحقق تنمية مستدامة وجودة حياة. جسر نحو إفريقيا يغطي الجزائر والقارة السمراء بالكهرباء، أكبر المشاريع الطاقوية في العالم. تتجلى هنا المعالم وتتوضح التفاصيل. تزود هذه الخطوط الكبرى المشاريع الاستراتيجية في الزراعة والصناعة والنقل بالسكك الحديدية بطاقة تتجاوز 3000 ميجاوات. مشروع القرن، إضافة إلى قرار السلطات العليا اليوم ببعث إنجاز محطة توليد كهرباء كبيرة في ولاية أضرار بقدرة 1200 ميجاوات. سوف تنطلق الأشغال والدراسات فيها إن شاء الله سنة 2025. كنا في ولاية تيميمون، أعطينا إشارة انطلاق الأشغال للشطر الثاني الذي يربط ولاية المنيعة إلى ولاية تيميمون. تعمل الكفاءات الجزائرية في هذه الورشات في عمق الصحراء على إنجاز هذا المشروع الضخم. يسهل مشروع متجر سونالغاز هذا من تسريع وتيرة الإنجاز، يمكن من الوصول إلى المواد اللازمة للمقاولات.
اليوم كان قرار بفتح مصارف تجارية لبيع المعدات الكهربائية في 58 ولاية. كل المقاولين عوض أن يذهب يعني يجيبوا العتاد تاعهم من أماكن بعيدة، يعني في راح يكون المتجر تاعه في ولايته، وبالتالي راح نقصوا من التكلفة وراح نقصوا من أجال الإنجازات. من صحراء إلى خضراء تتغير الملامح وتجني الدولة هنا ثمار الخطة الاستشرافية. في ملف الصحراء الغربية، التقى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الوفود المشاركة في الملتقى الدولي لفقهاء القانون المنعقد بمخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث شكر الجميع على المجهودات المبذولة من خلال المعارك القانونية التي يخوضونها دفاعا عن حق الشعب الصحراوي وممتلكاته. شاكرين للجميع لحضوره على المحاضرات واللقاءات يعني المتعلقة خصوصا بالحكم المحكمة الأوروبية الذي أعطى للشعب الصحراوي ما حاول البعض نكرانه فيما يتعلق بثرواته وسيادته على وطنه وتمثيل الجبهة الشعبية لتحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب له من الناحية السياسية والاقتصادية. بدون شك كل هؤلاء يعودون بأفكار نيرة لتعميق دفاعهم عن القضية الصحراوية فيما يتعلق بالجانب القانوني وفيما يتعلق بسرقة ثروات الشعب الصحراوي. بفلسطين المحتلة، انتشلت طواقم الدفاع المدني في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة 4 شهداء من تحت أنقاض منزل استهدفه طيران الاحتلال الصهيوني أمس، ليرتفع عدد الشهداء إلى 22 من بين 63 فلسطينيا على الأقل استشهدوا أمس في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مجددا مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع وأجبرت المرضى والجرحى على مغادرته. في الرياضة، ولحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية، يستقبل اليوم فريق مولودية الجزائر فريق يونغ أفريكانز التنزاني بملعب 5 جويلية الأولمبي ابتداء من 8:00 مساء، فيما ينزل شباب بلوزداد ضيفا على نادي ستاد أبيجان الإيفواري. بهذا الخبر الرياضي نختم نشرتنا، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.